أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول وأرى كتابي. أخوة الإيمان وعشر كينيكو أبناء يا كساب سنة موضوعي وأنا حلقة دي اللي بي اللي باتنات موضوعي كساب سنة كيف نخشع في صلاة وبالصلاة دا أنه تكني إنه سيدابا أنه قيل لنا صلاة إلهي قلبك إنه أنه قسو جيد إنه وحان ما نقول بس إذا أولينا حقيقة روبكو مركا وماشا كنو نغضو كنو نغضو كنو نغضو قبح لها نغضو روحا روبكا قبح لها اللي يرادو إسكا تف تف تاكو أيا وروبكا قيدها صوصارة موضوع وحان إسلينا إن شاء الله تعالى بل إن الصلاة دي إنه إسكو بدشو أي إنه أنت أسو حلقة دو هدر أسي مرينينا ما أنت وحانو كور رمينا اللي بقضب او خشوع دا قفك ديلي كرا تاسي وحا إتاي عدم التشويش بالقراءة في على الآخرين وارين انت بدن دعي كرتا قفك تكنيا إنو قراءة ديسا إيا أذكارتا وآخرية وكرو قادو تاسو التشويش كن نغوني سادتك نعي ديسا كنتكني قفك قراءة ديسا بسن كيبو كرو قادي أما فاتحة ديبو كرو قاديا أما التحيات كيبو كرو قاديا أما الدعوين كأو سجودة كو أخرية أيو كرو قاضية كدنا وحلقية بقفك دين عيسى تكني إنو كم مشغوله قفك كان أذكارتيس تسالها صحالي مسوا الشالي نمبا نعي كنتو كده كربو قاضي قراءة دي سعودن أدبو إيدي بحقيقة عيابا عنك إيو يابك بدنا وحاكم إذا وي مشغوليو وحو أخرين أيو حيابا خلدن مثال وحو كحدي وجهت وجهي للذين فطر السماوات والأرض للذين وخطأ وحويا بين عدوي الله كريم تبارك وتعالى بوجهك زلوجي سبع وكذا إلهي بطن هذا معنى الله يراده إلهي ذي بوجهك وجهي بين غنيسا يعني وحويا وحلقيا بعدين درت قف ورانيا ربنا لك الحمد لك الشكر ومركو سمع الله لمن حمده يراده إنه هذا مركنا ربنا لك الحمد لك الشكر وحيا بها الله حنكا يا أنصح ضاهم بكمتاي كويس وأرورين ربنا لك الحمد لك الشكر وحل يراده قول لك الشكر لغسي درب مركز سلاة دو انت بضا وحيا بها إلا خلدكيني وحايتاي يعني سلاة دا أقول له ما يشو بقول كيبا سقال يا سقاشا لكن سلاة دو سلاة اللي يسكب وسدو وهي بالبان كم مغلئيو سيداسا أيدي كاركي جري أوغي بان كم مغلئي يا يسكب وضانتا مركز إن أن عدك قفك آنو ددك كلا آنو قراءة دي سكرني من تام مركز النبي محمد عليه الصلاة والسلام باكو ربي رسولك أقرد يسو صلى الله عليه وسلم وهو رسولك نسوب بني أويري ألا إن كلكم مناج ربا ورهو كلين قفك سو إذنك إذنك مدين وحو لفقيا ولكوذيا ولهضليا إلهي تبارك وتعالى قف كستو تكن يا ربي بلفق يا فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة ورويدت كينا تكن يا قارب قاركين كلا يوسن نبن وروي قاربين قاركين بقارك كلا قراءة يوسن كر أقو قادم بالنبي عليه الصلاة والسلام حديث كاس إمام أبو داود باورنا يوانا حديث صحيح جامع الصغير كا أي مركا وحوي نكيا البانو صحيحنا رواية كلا تلمام إيسا في الصلاة
سلاد مركا لقد حجروا قفكوا يا قراءة سكروا قادم أمك واحد أو آخرين يسكروا قادم تاسوا مثلا أنت بدأ نقصوا النقطة وعلى ربع قفكوا مركا أو تكنيو واحد أو آخرين نفتي سكليه إنه هوس ومغشيو وآدم قفك الدرس كاجا آدم كل من وأيده سوون فاتح آخرية عند فاتح آخرية وعلى غياب هدي سقو مري يهدينا الصراط المستقيم أدونا مري سأل الرحمن الرحيم وعليه بعرب كيسون الرحمن الرحيم تلقى بصدق بس قاعد يسي إياه وهو يبوس كأو مشغول سالك أو كلاقى بصدق بالغياب إما ضم بين بعضه أما سلاذن مركا وأما سلاخ تربضن ولا لها مركا تكنا يوحى للربا ولا لها غارو عليها مركو صفكم كنت تكنا يصفكم شن لحقف ودعا كحقا إني مغلام بالغاية بوحو يسوى أخرين ومركا كرو قادو وحيسا وركا سروح سحا معها إن هذا أمد خشوع ذي كقادين كينيسا وعلى شاقا نبا يسوى تاغن أيا وحو ويان دادكوا إسكهل ما بدين يسوى تاغن بوماشي فاتحة وآخرية لها بوحو أخرية التحيات المباركات والصلوات ويس المام بس قاعد يمتشوكتو يسوي تعلم واطعيات كأخرية شو مب مركع دقى السنة يرجع سفرية وحيري استاجت كأخرية اطعيات واحد فرد كأخرية بال كأخرية هاي بالجربة مركع فريستو واحد أخرية هاي بالجربة وبي ها مركع دت كوا وعجائب رنتي غضب كاسي مركع غف دت كغار بالجيابة إن أوفر ستوئق الحمد لله رب وحي وأخذنا ما نخري أما مركو سجودي سجوده يدعوات كيسة يدعوين كيسة أي آدي آد كوكو تشويشنية ويابها النوع عاسو حال ربا إن أنا يقفكو أنا يكسو فلن وحا هذا خرسان إساء عربك أقوائن وشقية نيد هذا نقول الله شقية خلاص نفت هذا كلية مغشي سيدا عكس يدو حامنانين إنو غفكو اسكب آمسو وقفك هدو يتسالها إلى هذا النية دانك آخرية شب فتعدي النية دانك آخرية عربك يقرأ غراجين مايو إيادو أهرين تأسين أهرين بنان ما قراءة هو سري وهذا خرية سايو مخارج تأذي صفات كاقي عرب كاقي وشقين شب ساسان هاي النية دانك آخرية وحسح أيو جرمها بل علماء وعيلين دي حبكو سالة بكو أنصحي ميسبا سالة تأذي وحبا ماذا آخرين مركا دلت قرار عزيز كبه آمسر يماسي سايس كا ساسو بانتو ريا قفكاس او دمحو اخري حوامو اخري وعلى مركا قفكو انو عرب كيسا او سري او سري سنة ايو يعني يدي سي قلب بسنين وضا السعودان انتا ايادنا واهرين ادم مهيمة قلب كاللباد ايادونا وحاويان كيني كرتح خشوع الانتا وحاويان مجاهدة التثاؤب في الصلاة إن لا إسكلا إلى لا إسكلا تعلمو إن أت كل همانسة الصلاة هم همانسية أما همانسية الصلاة ده إحدى إذا لقوها همانسة ده وشيء من الشيطان شيطان حقي سأيوك هذه بل واحد علماء دولي يقف كني يعني إنه صلاة ده وسنج عن تكوهينين وهو صلاة دي سوى ويا شيطان كحيستي على مدو حواء التثاؤب إنه غفك همهمان سدو تأيضا مركا النبي عليه الصلاة والسلام وحاويري إذا تثاب أحدكم في الصلاة غفكين هدو صلاة دحذيرا كهمان سدو يعني وحويا فليقدم ما استطاع إن ألالي إنتو أوضح عبريها علي محايا فإن الشيطان يدخل شيطانك أيا قليا مردي ده شيطان ها مركو قفك يافي قاضي الباب كافر منك وضيع مركي بدلق بكله وهذا كونه حجرابة خلاصه سيد رادد أيان النبي صلى الله عليه وسلم ورس كلا دجا علما وحلا بقفك مركا إنه مرضا وكسيه سير شيء ها وحونا كسرنا ما بقها قارها مركا ميلها عبادة سيد الصلاة يو خطبة الأخرية يو خير كميلها لججر قفك إنه همان سدو واح صح ما ده تقارب أركيس أمر الله المركيس صلاة الجلان أيه وحبوس حاضرية قف كي وما ترى حتى بحيابة عجائب كوه حكم إذا وحالي شيطان كوه حيابة وهمانس وسيكلة شعليه
wuxuu ugu jecel yahay habaasiga codka sameeya oo qofka uu sii dhaho ayuu ugu sii jecel yahay marka waa mid la daaqtay ka waa ka haysta sida daraaddeed walaalayaal qofku waa inuu isku celiya waa inuu ilaaliya waa inuu aad iyo aad iyo aad uga taxadaraa aad ogaataa hamaansigaasi waxyaabaha aan wanaagsanayn wey asal ahaana qofka muslimka ahi ama salaad ha ku jiro ama yaanu ku jirin waxyaabaha la rabo way xataa hadduu dareemo mar layba inuusan afkiisa furin maxay nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa wey qofkiin hadduu hamaansado yaani waxa uu afka saa u kala furo bimacnaa shaydaanka ayaa ku qosla xadiidka qaar axaadiidka qaarna shaydaankaaba gala marka inuu shaydaan kugu qoslo ama shaydaan afkaaga galo waa dhibaato weyn anugu waxaan u soo taagnaa nin aad iyo aad salaadda dhexdeeda iyo mar kasta hamaansi badnaa yow min alayaam baa waxaan taaganahay ninkii oo hal mar ay kala baxeen hamaansigiibuu aad afka u kala jiiday waxaad ogtihiin labadan daan wax yar baa isu haya labadii daan baa daankii hoosaba soo dhacay hal mar baa ninkii carabka iyo wixii oo dhan baa halkaa ku dhigay waxaa kala baxay afkiibuu moogtay si xad iyo lixaada ayuu u kala qaaday kadibna waxa weeye aadi usaa u kala qaadayba dee wixii yaraa isu haya labada daan unbaa wari kala yidhi ninkii waxay noqotay inaan qaadan waan taxaadir baan ahay inaan qabanno mara kaxunno dhakhtar la cararno la ysku celiyo hawl badan baa naga gaadhay marka waxaan weeye iyaduna waa digniin kale oo xitaa xagga caafimaadka ay ku iman kartaa mararka qaarkood qofka in labada daanba ay isweydaartaan ikhwatal iimaan markaa salaada dhexdeeda inaynu ka taxadarno labadaa qodob oo khushuucdeenna waxyeelaya oo ah inaadan walaalahaaga waxaad akhriyaysa aadan ku mashquulin oo aadan ku tashwiishin isla markaana haddii aad hamaansi dareento afka inaad adkaysato oo aad isku celiso oo mar qura aadan ogolaan shaydaanku inuu afkaaga galo allah inagu anfaco waa xalqadeennii 22aad iyo mawduuceennii kayfa naqshacu fi salaa wasala allaahuma wasalama wabaaraka calaa nabiyina muxammad وعلى آله وصحبه وسلم.